أهلا بكم في درس جديد من تعلم الـ PHP. سوف نقوم في هذا الدرس بالحديث عن المزيد من الأمثلة العملية والتطبيقات التي تؤدي وظيفة خدمية وبالتالي زيادة التفاعل بين المستخدم وصفحة الويب. قد قمنا في الدرس السابق بكتابة بعض هذه الأمثلة، فمثلا هنا أقوم بإدخال هذه البارامترات والتي تعبر عن أعداد يقوم المستخدم بإدخالها، وبناء عليها أقوم بحساب العمليات الرياضية الأساسية من قسمة وضرب وجمع وما إلى ذلك، وبناء على هذه المعلومات أقوم بحسابها. ولكن قد أقوم بكتابة هذا البرنامج بطريقة مغايرة، فبدلا من حسابها بطريقة ثابتة وجامدة وستاتيك إلى حد ما، أستطيع خلافا لهذا أن أقوم بإدخال العملية إلى جانب الأعداد ومن ثم أقوم بحسابها استنادا لهذه المعطيات. وللقيام بذلك أستطيع هنا أن أقوم بنسخ هذه هنا وأقوم بتسمية هذه مثلا Operator، هي من نمط Text لأنني أقوم بإدخال رموز وكتابات، ونقوم بتسميتها OP Operator. استنادا لهذا الأوبريتر الذي سوف أقوم بالتعرف عليه في البداية، فهنا سوف أقوم بإدخال شرط isSet على هذا الأوبريتر. استنادا لهذه القيمة سوف أقوم باختيار العملية الرياضية المناسبة، فهنا سوف أقوم بتحديد هذه العملية باستخدام الـ if statement. فأقول مثلا إذا كان، دعوني أقوم بتخزين هذه القيمة في المتحول، مثلا لنقول دعوني أقوم بجعلها متناسقة، وهنا أقوم بإنشاء متحول ووضع هذه القيمة فيه. أقول هنا إذا كان هذا الأوبريتر مساويا لإشارة مثلا القسمة، أو وهذه الإشارة تعبر عن إذا كان إحدى الطرفين مساويا لقيمة true، فسوف أقوم بالدخول لهذا الشرط. فهنا إذا كان مثلا قمت بإدخال كلمة، قول مثلا إذا قمت بإدخال div وهي اختصار لديفيجن، فسوف أقوم بالقسمة بهذا الشكل. ولكن هنا قد أقوم أيضا بإدخال division بدلا من div، فلضمان صحة المعلومة في كلا الحالتين فبدلا من هذا الشرط سوف أقول مثلا اختبر ما إذا كان هذا القسم موجود في الأوبريتر، وأقوم باستخدام string false. فإذا كان الخرج لا يساوي وقمت بمقارنة القيمة مع التايب، أقوم برد قيمة true، وبنفس الطريقة سوف أقوم بتطبيقها على بقية العمليات. فأقول هنا طبعا أقوم أيضا بتصحيح النسخ هنا product وهذه ضرب بشكل مشابه، أقوم بتصحيح النسخ بهذا الشكل. وهنا أيضا بالنسبة لعملية الجمع وأخيرا بالنسبة لعملية الطرح بهذا الشكل. وقد أقوم أيضا بدلا من كتابة هذه التعليمات البسيطة والمتماثلة في كلا الحالات، سوف أقوم بإدخال القيمة العددية للعدد، وذلك هنا مثلا برسم الأقواس المتعرجة هنا وكتابة هذه القيمة بهذا الشكل وهنا أيضا. دعونا مثلا نختبرها إذا كانت تعمل دون أي مشاكل أولا، وهي الطرح. أذهب إلى المتصفح، ولكن علي التأكد إذا قمت بتفعيل الأباتشي سيرفر مفعل ولا يوجد مشاكل، إذا أذهب للمتصفح. هنا أقوم بالتحديد أظهر بهذا الشكل. إذا قلت مثلا 10 وهنا ناقص مثلا 6، فالناتج
نرى هنا أنه طبع العشر مرتين. أتأكد أنني قمت بإضافة العدد الثاني. هنا قمت بإضافة العدد الأول. بهذا التصحيح قد حلت المشكلة. أقوم بنسخ هذه وأضيفها إلى بقية العمليات بهذا الشكل. وأيضا قد أقوم بدلا من كتابة الإف في كل مرة، فإذا قام بالدخول إلى عملية فلن يقوم بالدخول إلى غيرها. لذلك بدلا من استخدام إف في كل مرة، فهنا إما أن تكون إف وإما أن تكون else إف بهذا الشكل. وإلا إذا لم أقم بإدخال أي من ما سبق فسوف أقوم بطباعة عبارة أن التعليمة التي قمت بإدخالها غير صحيحة، مثلا invalid operator. طبعا أقوم بالنزول أفضل بهذا الشكل. أقوم هنا بالتحديث، مثلا 5 + 10 بهذا الشكل، مثلا 11 + 100 أيضا تعمل دون أي مشاكل. نقوم بكتابة division مثلا للتأكد ما إذا كانت تعمل دون أي مشكلة. إذا قلنا 50 ÷ 10 نرى أنها تعمل دون أي مشاكل. ولكن هنا إذا أردت مثلا إدخال أعداد مع فاصلة عشرية فلن أستطيع القيام بذلك. نرى هنا أن هذه القيمة غير مقبولة بالنسبة لهذا البراميتر، لذلك قد أستطيع تصحيح هذه القيمة. أقوم هنا أقوم بالذهاب إلى هذا النمبر وجعل الستيت به 0 ÷ 10 أو 0 ÷ 100 وهو يقوم بقبولها بهذه الطريقة دون أي مشاكل. لنرى الآن قم بالتحديث، مثلا 0.5 + 0.1 تم الجمع دون أي مشكلة. جيد، هذا بالنسبة لبعض العمليات. ونرى كيف قمت باستخدام الإف والإلس إف. وهنا إذا قمت بإدخال عملية غير صالحة invalid مثلا فسوف يقول invalid operator. طبعا علي التأكد أيضا ما إذا قمت بإدخال جميع هذه البارامترات. فهنا إذا أبقيت هذه فارغة وقمت هنا بإدخال زائد فسوف يطبع خطأ لأنني لم أقم بإضافة الشروط التي تحمي هذه المعاملات. فمثلا هنا أقوم بجعل القيمة الافتراضية لهما تساوي 0 كقيمة أولية بهذا الشكل. ونرى هنا أنه لا يوجد أي مشاكل بهذه الطريقة. جيد، وأيضا أستطيع أن أقوم باستخدام السويتش وهي مطابقة للإف ستيتمنت ولكن بشكل مغاير. وأيضا ما تتميز به الـ PHP هي ما يسمى بالـ Associated Array. فنعلم أن لكل Array عندما أقوم بتعريفها فهي تحوي على خانة ونقوم بتعريفها بهذا الشكل، مثلا الخانة الأولى مثلا أيا يكن، الخانة الثانية، الخانة الثالثة، الرابعة وهكذا. ففي كل خانة هناك إندكس أستطيع التعبير عنه للوصول إلى هذه القيمة. فهنا الإندكس لهذه القيمة الأولى هو 0 وهنا 1 2 3 4. ولكن في الأساسياتي الأري أستطيع إسناد أيا يكن، مثلا string أستطيع التعبير عنه أنه إندكس لقيمة معينة. فمثلا للقيام بذلك هنا أستطيع كتابة وتعريف array لنقول associated array. أقوم بتعريفها بهذا الشكل لنقول أنني أقوم بإسناد key إلى value مثل ماضي، ولنقول أنني أريد إسناد علامات معينة إلى طلاب. فأقول مثلا الطالب أحمد حصل، أقوم باستخدام هذه العملية، حصل على 80
نقوم بجعله هذه نمبر لا مشكلة، وأقوم بنسخ هذه مرة ثانية وثالثة ورابعة. عمر مثلا أخذ القيمة 70، ياسر مثلا أخذ 90، وعادل مثلا أخذ 60 بهذا الشكل. فهنا قد أقوم، دعوني أقوم بتعليق هذه مؤقتا فلا أحتاجها. فهنا سوف أقوم بإنشاء input وحيد يعبر عن الاسم المراد إدخاله، وهو من نمط text بهذا الشكل. طبعا لا أنسى إغلاق الفون. بهذه الطريقة استنادا لهذا name سوف أقوم بجلب قيمته. فمثلا هنا سوف أقول إذا كان البوست الخاص بالنيم الست قم بميل، قم بإحضار القيمة في الأساسيات الأري والتي تتضمن هذا النيم وقم بطباعة القيمة. أي هنا سوف أقول echo، قبلها سوف أقول مثلا العلامة هي بهذا الشكل. لنرى الآن ونتأكد ما إذا كانت تعمل دون أي مشكلة. طبعا لا أنسى أن أقوم بإضافة السبميت. ننتقل الآن ونرى، قم بالتحديث، يظهر لي هنا أني طبعا هذه بقية نمبر، قم هنا وأعدل عليها بهذا الشكل. هنا إذا قلت مثلا عمر وقلت سبميت تظهر نتيجته، مثلا أحمد أيضا تظهر النتيجة. عبد الله لم أقم بإضافة هذا الاسم فلن توجد قيمة. قد أقوم أيضا بإضافة شرط لوضع كاتش لهذا الايرور، ولكن هنا فقط أقوم بذكر المثال للإيضاح. إذا قلت مثلا ياسر يقوم بطباعة القيمة. جيد جدا. أستطيع أيضا التعبير عن هذه الأساسيات الأري باستخدام السويتش. طبعا في الجافا سكريبت ليس هناك أساسيات الأري، وإنما أقوم بإنشائها بطريقة مغايرة باستخدام الأوبجكت. فأقوم بإنشاء أوبجكت ثم أضيف إليه أتريبيوت تعبر عن الكي، وما يحتويه يعبر عن الفاليو. فهنا أستطيع التعبير عن هذه باستخدام السويتش. دعوني أقوم بتعليقها. وهنا إذا أردت كتابة السويتش ستكون بهذا الشكل. القيمة هي ما تم إدخاله من نيم. هنا طبعا بعد التأكد أنها موجودة. جيد. هنا استنادا لهذه القيمة، فإذا كانت القيمة المدخلة عمر فقم بطباعة 70، وإذا كانت مثلا لنقول أحمد فسوف يقوم بطباعة 80، ياسر سوف أقوم بإكمالها، أما إذا لم يكن الاسم موجود فسوف يذهب إلى الديفولت مثلا ويقوم بطباعة not existed غير موجود. لنرى الآن، طبعا لست بحاجة إلى هذه بعد الآن، وسوف أحتاج إلى هذه لطباعتها في البداية. فأقول هنا echo the grade is، ومن ثم سوف أقوم بطباعة the grade. طبعا لا أنسى أن أقوم بكتابتها بشكل صحيح بهذا الشكل. لنرى الآن، قم بالتحديث
وأقوم بإدخال اسم، فحصلت على نفس النتيجة. عادل قام بكتابة 60 ومن ثم not existed. لماذا؟ لأنني لم أقم بكتابة break بعد 60. فنرى هنا بعد عادل لا يوجد break. إذا عدنا الآن وقمنا بالتحديد وقلنا عادل، فسوف يقوم بطباعة 60 فقط. أما إذا قلت مثلا عبد الله، سوف يقول أن الاسم غير موجود. هذه بعض التطبيقات العملية واستخدام الأدوات من switch و if statement، وأيضا الأساسيات الرأي التي يمكن تطبيقها، بالإضافة لكتابة بعض التطبيقات بأسلوب مغاير وجعلها أكثر ديناميكية كما رأينا. هذه بعض الأمثلة، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس سهل وميسر ونال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.